نيجي بعد كده ننزل على دفعنا الريدنج. ده احنا سائلين الريدنج بقى مدته ساعة، ساعة فقط لا غير، بمعنى انه مش هيديكي تاني 10 دقايق عشان تنقلي اجابات الانسر شيت. هو بالظبط ساعة، وبعد بالظبط ساعة بياخد منك الاجابات. فلو الطالب فاكر، لو الطالب فاكر انه هيديله 10 دقايق عشان اجابات الانسر شيت، ده ما بيحصلش. فلازم تجاوبي مباشرة في الانسر شيت. ليه؟ عشان ما تضيعيش وقت. طبعا الريدنج بيكون للاسف هو اصعب واحد في الامتحان. ليه؟ لانه بيورلي اكاديميك. يعني ايه بيورلي اكاديميك؟ يعني هو اكاديمي صرف، يعني ما فيش حاجه فيه اجتماعيه، يعني الكلمات هتكون اكاديميك. ترتيب الباسج او الباسج نفسها بتكون somehow long، يعني بتيجي من 2000 words 2080 words 800 words، بيبقى فيها بتيجي من الكلمات بتاعتها بتكون لحد ما طويله شويه كتير، قصدي اقصد عدد طول الباسجز بتكون لحد ما طويله. الباسجز زي ما اتفقنا، الباسج الاولى عليها 13 سؤال 30 questions 13 questions، الثانيه 13 questions، والرابعه بتكون 14 questions. التكنيكس هنا بتختلف. في ناس بيقولوا انه مثلا في كندا، المدرسين في كندا يقولوا ان لازم تبدا بالباسج الثالثه على اعتبار ان انت بتكون في، لان اصعب واحده، يعني الباسج الاولى اسهل واحده the easiest one، الثانيه يعني somehow between 1 and 3 with 3 the third one is the hardest one or the most difficult one، هي اصعب واحده. ففي ناس يقولوا تكون انت لسه في التركيز بتاعك وتبدا تحلها وانت مركز، وبعد كده تحل الثانيه، وبعد كده تحل الثالثه اللي هي المفروض الاسوري اللي هي الاولى، ان هي بتكون اسهل واحده فيهم. فبيكون لو تركيزك قل شويه تقدر تحل. ده التكنيكس بتاعهم. بس الصراحه التكنيكس ده لحد ما مش تمام قوي. ليه؟ انك انت ممكن تضيع الوقت كله في الباسج الصعبه وما تلحقش تحل السهل. وعموما بشكل عام اذا انت تركيز مش مركز لا هيفرق معاك سهل ولا صعب. لو الطالب مش مركز حتى لو الاجابه قدامه مش هيبقى فرق معاه سهل ولا صعب. فالافضل انت تبدا تحل الاول الباسج الاولى في 15 دقيقه، تحاول تحل الباسج الاولى في 15 دقيقه. وفي ناس للاسف بيعملوا ايه، they didn't time themselves، ما بيعرفوش يعملوا تحديد لنفسهم في الوقت، يعني they don't have time management، ما بيقدروش يتحكموا في الوقت. قبل الاختبار يبقوا فاكرين انهم ريدنج براحتهم خالص، يعني open end، يعني براحتهم، يعني ياخدوا وقت اللي هم عايزين ياخدوا فيها. وده غلط، لان انت في الريدنج في الامتحان مجرد ساعه قدامك 40 سؤال you have to answer them in one hour you know in an hour عشان تجاوبهم في ساعه. فالافضل تعمل ايه، تحدد قبل الامتحان خلاص بفتره تتدرب انت تحل الريدنج في 15 دقيقه. 15 دقيقه تخلص وقف الحل خلاص. يبقى انت شوف انت جبت كام في الحل ده. ده عشان تكون رياليستيك، علشان تكون واقعي. يستحسن الباسج الاولى تحلها في 15 دقيقه لانها اسهل واحده، الباسج الثانيه 20 minutes 20 دقيقه، اند ثيرد باسج، والباسج الثالثه في 25 دقيقه. يبقى انت كده اديت لها وقت اكبر برضو. اذا الطالب محتاج ياخد 8 لازم يمشي على التكنيك ده، او 8 او 9 لازم يمشي على التكنيك ده عشان يبدا يحل كل الاسئله ويكون لحد ما متاكد منها. اذا الطالب محتاج 5 ممكن ياخد الساعه كامله يحلها في باسج 1 اللي هو 13 questions، بس يكون متاكد يعني لو اخد ساعه كامله يحاول بقدر الامكان يتاكد ان اجاباته كلها صح. لو حل حتى الباسج الاولى كلها صح وحل الباسج الثانيه والثالثه بشكل عشوائي، يعني ايه بشكل عشوائي؟ يعني الاجابات اللي ينفع او الاسئله القابله للحل العشوائي يعرف يحلها عشوائي، هياخد 5 وهو مرتاح، هو مرتاح جدا كمان. اوكي، حل عشوائي زي مثلا احنا لما نتكلم دلوقتي على طريقه الاسئله في الريدنج، في اسئله ينفع احلها بشكل عشوائي وجمع منها درجات. طب هل انا اذا حليت اسئله معينه بشكل عشوائي هل هيديني فيها زيرو مثلا زي ستيب او توفل؟ لا، ستيب او توفل او الامتحانات اللي تكون كلها مالتيبل تشويس اللي هي ام سي كيو كويستشنز، لو انت حليتها كلها عشوائي الطالب ياخد زيرو. ليه؟ لان اصلا انت حليتها كلها عشوائي، حليتها كلها مثلا بي او حليتها كلها سي. غلط طبعا، لان معظم الاجابات بتكون بي او سي. فالطالب اللي بيبقى يتذاكى ويحل كده في الغالب ياخد غلط. الايرس مختلف. ليه؟ لانه حتى لو حليت عشوائي عدد الاسئله اللي بيتحل عشوائي ممكن حل عشوائي مش هينجحك، مش هديك الدرجه اللي انت عايزها الا اذا كنت فاهم اسئله ثانيه، الا اذا انت حل الحاجات الثانيه. الاجابات العشوائيه او التكنيكس بتاع الاجابات العشوائيه وصلت مثلا سي 4 ل 4 ونص بالكثير، اكتر من كده لا مستحيل. فالطالب لما يجي يقول انا عايز 4 ونص، انا عايز 3 ونص، انا عايز 4، فاقول والله ممكن تاخد الكورس ده كله في اسبوع، هديك الطريقه تحاول تجاوب بيها اذا انت مستعجل. اذا الطالب قال انا عايز 5 6 او لا ما ينفعش خالص 5 6 دي، معناها انت لازم بقى تكون يعني تذاكر بشكل كويس عشان الاجابات العشوائيه مش هتفيدك. تمام. المهم يبقى احنا اتفقنا في الريدنج تعمل ايه، تجاوب، تحاول تحل الباسج الاولى لو انت عايز 5 بس، ممكن تحاول الباسج الاولى تحاول تحلها كلها صح، الباسج الثانيه والثالثه حلها بشكل عشوائي تجيب الخمسه. عايز تجيب 6 بقى تحاول تركز على باسج 1 وباسج 2 على قد ما تقدر، والباسج الثالثه حلها عشوائي. في الغالب او مؤخرا معظم الطلبه اللي دخلوا معانا الامتحان مؤخرا بيقولوا ان الباسج الثالثه بتكون كلها اختياري. ممكن يكون عاملين الحركه ديت عشان يسهل على الطالب او على الطالبه اللي بيمتحن انهم عارفين ان الوقت الاخير ده ما فيش حد عارف يحل فيه او الوقت بيضيع عليك.
اسرع وقت بيعدي في الامتحان هو وقت الريدنج ورايتنج، بمعنى ما بتحسش بيهم اطلاقا. يعني انا معايا طالبه كانت مصره ان هي هتعرف تاخد بالها من الوقت، دخلت الامتحان خدت 40 دقيقه بتحل في الباسج الاولى، هي متوقعه ان هي حلتها في 15 دقيقه، هي في الواقع خدت 40 دقيقه. كده كتير بقى، قيسي على ايدك كده، قيسي على ايدك، قيسي على كده كتير. يو نو لايك ا لوت اوف ستودنتس ميك ساتش ميستيكس، كل طلبه بيعمل الاخطاء دي على طول، خصوصا في التايم مانجمنت في الريدنج. سبت ريدنج ماشيه في ان انه الريدنج بيكون لحد ما موضوع لو ان فاميليار توبيك، لو الموضوع غير مالوف الطالب بياخد وقت عشان يقرا الموضوع يفهمه. نفس الكلام مع الليسننج، في الريدنج يو هاف تو ريد ذا كويستشنز ان ادفانس، لازم تقرا الاسئله قبل ما تسمع ما تقرا الاجابات، سوري لازم تقرا الاسئله قبل ما تقرا القطع. يعني لما تيجي تجاوبي تقري الاسئله الاول، تشوفي ايه الاسئله المطلوبه بعد كده تقري القطعه. وده يعني مثلا لو انا قلت لك ساي روحي كلاس تاني وشوفي مثلا كلاس تاني فيه بروجيكتور ولا لا، فيه ماركرز، فيه اقلام ولا لا، عدد الكراسي اللي هناك موجوده كام، في ديسك للمدرسه هناك ولا لا، الحاجات دي كلها. لو انا قلت لك روحي الكلاس اللي هناك وارجعي، بعد ما رجعتي سالتك طب هو عدد الكراسي هناك كام، هتضطري ترجعي تاني كلاس عشان تعدي عدد الكلاسات، او تشوفي الالوان بتاعه الماركرز، او تشوفي اذا كان البروجيكتور شغال ولا مش شغال. لكن لو من البدايه ده سهلت عليك قلت لك معلش لو سمحت ممكن تروحي الكلاس اللي هناك وتقولي لي هو البروجيكتور شغال ولا مش شغال، في الوان ولا مفيش الوان هناك، عدد الكراسي هناك مناسب ولا مش مناسب، انت رايحه وانت عارفه بتدوري على ايه، فمش هتضطري تروحي تاني. نفس الحكايه لو انت قريتي الاول وبعد ما قريتي رجعت قريتي الاسئله، هتضطري ترجعي تاني للباسج عشان تدوري على الاجابات. لكن لو انت قريتي الاسئله الاول وبعدين رجعتي للباسج، يبقى انت رايحه الباسج عارفه من الاول من البدايه من غير ما تدوري انت بتدوري على ايه. ويستحسن وانت بتقري ما تقعدش، في ناس يقروا مش فاست ريدر، يقروا بعدين مش حاسين ما فاهمين يرجعوا يقروا تاني من الاول، وبعدين مش فاهمين يرجعوا يقروا تاني من الاول. ده يعني اتشير ويست اوف تايم، ده تضييع وقت فظيع، بتضيع وقت فظيع. الطالب بيبقى عارف ان وان شوت اند وان شوت اونلي، هي مره واحده، انا ما عنديش وقت اقرا كتير، هي مره واحده اقراها بتركيز واحاول افهم هو عايز ايه عشان ابدا احل الاسئله. انما حته ان انا اقعد اقرا وارجع واقرا وارجع واقرا وارجع، ده مجرد تضييع وقت، هتلاقي الوقت بيعدي وبدات بقى تبقى اندر ستريس، وبدات تحس انت تحت ضغط، وهتلاقي تركيزك بينزل جدا جدا، وبتبقى حاسه خلاص انت اتخنقتي من الامتحان وانت لسه في الاول، لسه قدامك رايتنج. تمام. فالاسئله طبعا قلنا في كل اسئله ريدنج ليها اكتر مختلفه، في اسئله مين توبكس، في اسئله بتسال عن الفكره الرئيسيه لكل فقره، مش مطلوب منك تكتبي حاجه، مطلوب منك تختاري الفكره الرئيسيه. هم جايب مثلا ساي قطعه فيها ساي 8 فقرات، وجايب لك في الاختياري 10 نقط او 11 نقطه، يقول لك طلعي لي الفكره الرئيسيه بتاعت كل فقره. طبعا ده لي طريقه في الحل، يجي لك مثلا يقول لك يجيب لك جمل ويقول لك طلعي لي الجمل ديت او المعلومات ديت ذكرت في اي فقره. وعشان ما نكونش يعني الموضوع ما هوش من السهوله او من السذاجه بالنسبه لهم، انه يجيب لك الاجابات واضحه جدا، بمعنى مش هيقول لك المعلومات دي ذكرت في اي فقره وهيجيبها لك بالنص، مش بيجيب بالنص في الريدنج. يعني ما حدش يروح يدور على سؤال ويروح يدور على شبهه في الباسج، مش هينفع كده خالص، لازم تكون فاهم وتبقى عارف ان الاجابه عمل لها ريفريزد. يعني ايه ريفريزد؟ يعني اعاده صياغه. برضو في اسئله كلاسيفيكيشن تصنيف، في اسئله ماتشنج توصيل، في اسئله كومبليت فيلد سنتنس، كومبليت سنتنسز كمل الجمل، في اسئله كومبليت باراجراف كمل الفقرات، في اسئله يسالك لك التايتل تفتكر عنوان المسج ايه، وطبعا انت برضو ما تكتبوش، هو اوريدي بيبقى موجود عندك في الاختيارات، انت تختار. في حاجات انت لازم تكتبها، في حاجات لازم انت تختارها. نفس الحكايه زي ما قلنا في الليسننج، لو جالك اسئله اختياري في الريدنج اللي تلاقيه مكتوب نصا من القطعه، اعرف على طول انه غلط، مش عشان مكتوب نصا معناه صح، معناه انه بيلعب معاك في الاسئله بطريقه تكوين السؤال نفسه بتكون فيها خدعه، فالطالب اللي مش فاهم يروح يدور على النفس الموجود فيختاره مباشره، هو كده مش صح. ايه اللي يفرق بين طالب فاهم وطالب مش فاهم؟ اذا انا حطيت لك الاجابه واضحه جدا كده في السؤال. تمام. في طبعا برضو في الريدنج اسئله true false not given، يعني يقول لك الجمل دي جمل يقول لك هي صح ولا خطا، ولا not given يعني اتقالت ولا ما اتقالتش، ولا هي يعني صحيحه ولا خاطئه، ولا اتقالت ولا ما اتقالتش. ممكن يجي لك جدول يقول لك كمله، ممكن يجي لك رسمه علميه يعني اختراع او اله او اي حاجه علميه بيكون شارحها اصلا في القطعه، ويجيب لك الرسم التوضيحي بتاعها، وده عكس الرايتنج. الرايتنج لا، الرسم الرايتنج بيجي لك الرسم التوضيحي ويقول لك انت حوله الكتابة. في الريدنج لا، ممكن احيانا يجي لك الرسم التوضيحي نفسه موجود ويقول لك انت كمله لي عن طريق الباسج، عن طريق قراءه الباسج. احنا ان شاء الله على كل نوع من انواع الاسئله ناخد مثلا 3 4 امثله عشان الطالب يبقى فاهم فعلا، انه عارف يفهم انا اقصد ايه بالكلام دوت، يعني الكلام نازل فعلا مش بيدي ما بيديش معنى. تمام. الريدنج زي ما اتفقنا بعد الساعه بياخد منك وقت الاسئله، بورقة الإجابة. البوكلت اللي انت حالل فيه ده ملوش أي لازمة انه بيتقطع في الآخر، فالطالب مباشرة في ريدنج يحل في الأنسر شيت. الريدنج النقطة اللي فيه مميزة عن الليسننج انه مفيش سبيلنج، يعني لو انت حتى كتبت من القطعة الكلمة اللي انت عايزها بتكون موجودة
موجودة مباشرة في القطعة. لو انت عايز اللي هو fill in the blank and so on، فغالبا ما بيكونش فيه spelling mistakes الا اذا الطالب نفسه بقى نقل غلط، يعني نقل الاجابة نفسها غلط، فالحد طبعا بيتحاسب على spelling. ونفس الكلام على number of words، نفس الكلام على capitalization. فالطالب يستحسن يقرأ ينقل صح عشان خاطر يعني حرام ينزل درجات عشان بس مجرد انه نقل غلط. تمام كده. اوكي خلصنا الريدنج، نخلص ريدنج طبعا هو بعد ساعه تاخد مباشره ورقه الرايتنج. هو ده بيختلف من مركز لمركز. في مثلا فينا في البيتش كونسل في الرياض احيانا بيديك ورقه تاسك 1 وتاسك 2، بعد كده بياخد منك تاسك 1، بعد كده بياخد تاسك 2، احيانا بياخد منك تاسكين مع بعض and so on. هنا في الرياض بيديك الاول ورقه الليسننج وبعدين ياخده، بعدين ورقه الريدنج وبعدين ياخده، وبعدين ورقه الرايتنج وبعدين ياخده. مثلا كان في القصيم او في يعني هو في القصيم او في الخبر احيانا بيقوم بيديك ورق كله مع بعض. انا يعني معناتها لما امتحنت هناك خدت ورق مع بعض، الليسننج مع ريدنج مع رايتنج مره واحده وبعدين ياخدوه مره واحده. هي النقطه دي حلوه في حاجه انه احيانا لو انت شاكك في كلمه في الليسننج ممكن تلاقيها في الليسننج، ممكن تلاقيها موجوده في الريدنج هتكتبها وتبقى عندي نقطه كويسه، بس مش موجوده في كل السكشنز، مش موجوده في كل المراكز. المهم بعد الرايتنج بعد الريدنج بعد ساعه انت خلاص خدت ريدنج ساعه وحليت الاسئله بتاعته، اللي تقدر عليه تحليه، ما تقدرش عليه تحليه، وينفع يتحل عشوائي حليه عشوائي. انا اقصد ايه عشوائي؟ يعني مثلا لو جالك ترو فولس نوت جيفن، يعني الجمل دي صح ولا خطا ولا لم تذكر اصلا، وانت ما عندكيش وقت او مش فاهمه المسج او خلاص وقت بيجري منك، خليها كلها فولس، حليها كلها فولس، او حليها كلها ترو، ما تحليهاش كلها نوت جيفن، حليها كلها فولس او حليها كلها ترو. وما تخافيش مش هيتحسب لك غلط، هيتحسب لك لو هما مثلا 6 اسئله اتاكد ان 2 عندك هيكونوا صح، لو هما 7 اسئله ممكن يكون عندك 3 صح مش اكتر من كده. فعلى الاقل تضمني درجات، ما تاخديش في السؤال ده زيرو، هتضمني درجات، هتاخدي فيه 3 بوينتس. ال 3 بوينتس هتنفعك بعد كده، لان برده ده الليسننج زي الريدنج، الريدنج والليسننج الاثنين مع بعض كل عدد الاسئله معين، لكل عدد اسئله معين درجه معينه. يعني مثلا سي اللي يحل ال 40 سؤال او 39 سؤال ياخد 9، اللي يحل 38 او 37 ياخد 8.5 and so on. فالجدول ده موجود وهبعته احط لكم ان شاء الله برده في الملفات اللي هي موجود في الملفات اللي انا هحطها لكم. لانك بعد كده قبل الامتحان تقدر انت نفسك تعرف انت خدت كام كده في الريدنج على حسب انت تقدر تحل. طبعا قبل الامتحان بتاع الليسننج والريدنج خلاص انت لما نخلص الليسننج تكنيكس ناخدها ان شاء الله مع بعض، لازم تعمل الليسننج كل يوم سيكشن حتى على الاقل. لازم تقرا سيكشن كويس جدا تحله، بعدين عندك الانسر شيت، وبعدين عندك اللي هو الانسر كي اللي هي اللي بنسميها الكي انسرز، الانسر كي سوري الانسر كي، وعندك التيب سكريبت. التيب سكريبت يعني الكلام اللي انت بتسمعه بيكون مكتوب قدامك. فنصيحه بعد ما تحل الليسننج ترجع للتيب سكريبت تسمع الكلام اللي بيقوله وتدي لنفسك درجه كل يوم، وتشوف السيكشن ده انت اتحسنت فيه ولا ما اتحسنتش، او ان انت الليسننج بتاعك اتحسن ولا لا. بشكل عام الليسننج ممكن اسبوعين تتحسن فيه، يعني لو انت عملت ليسننج كل يوم كل يوم كل يوم بتركيز، وحتى عملت سيكشن واحد يعني خدت بس نص ساعه في اليوم، فعليا بعد اسبوعين هتلاقي نفسك اتحسنت جدا في الليسننج فعليا عن تجربه، خصوصا مع السكاشن السهله سكاشن سيكشن 1. طبعا ده مور ذا بيتر، كل ما كترت عدد وقت التدريب كل ما كان افضل. بانس دو نوت شو اب، الدرجات ما بتظهرش من الفراغ، الدرجات بتظهر من الشغل بتاع الطالب. بالنسبه للريدنج لا، التحسن فيه مستحيل يكون في خلال اسبوعين، يعني اي حد الكلام ده بيكذب عليك. الريدنج دايما بياخد له وقت، يعني اكتر من شهرين، ممكن 6 شهور، ممكن سنه على ما الطالب يقدر يتحول فعلا يحس بتحسن جامد في الريدنج. ليه؟ لان الريدنج بيعتمد بشكل اساسي على الفوكابولري او الاكاديميك فوكابولري، الفوليوم بتاع بنسميها او البروسيس طلبة، السبيد بتاع تريدنج بتاع الطالب، الكونسنتريشن بتاعه الطالب. في طلبه ما بيقروش خالص، دي ار نوت انتريستد ان ريدنج، اصلا بيكرهوا القرايه. في طلبه اول ما بداوا يقروا بيبقى عايزين يناموا، في طلبه مش حاسين انهم مركزين. لا، الحاجات دي كلها ما بتجيش كده من خلال 2 ويكس. ففي الغالب لو طالب مثلا محتاج 4.5 او حتى محتاج 5 في الريدنج، ولا ايه ان الريدنج فعلا ضعيف جدا جدا في الريدنج، نصيحه لي انه ما ياخد بس التكنيكس، يعني يحل يعرف طريقه حل الاسئله العشوائيه تنحل ازاي، ويبقى الوقت كله اللي هيذاكره كله يخليه للليسننج والرايتنج والسبيكنج. ليه؟ لانه لو قدامه مثلا شهر او شهرين صعب جدا يتحسن تحسن جامد او فظيع جدا في الريدنج في الفتره الصغيره دي. لو الطالب مستواه كويس يعني فعلا اصلا هو فاست ريدر والكلام ده، يبقى طبعا بيفرق معاه، هيفرق معاه لانه اساسا كويس. فاللونج ران هنا هو اصلا خده بعد كده، خده قبل كده. تمام، ده بالنسبه للريدنج. ندخل بعد كده ساعه رايتنج، ده فعلا رايتنج 2 تاسك، تاسك 1 وتاسك 2. وهنا طلبه كتير جدا جدا بيعملوا اخطاء كتير مهما كان الطالب ادفانسد. في طلبه مستواهم رائع ما شاء الله، مستواهم رائع جدا جدا جدا، بس بيعملوا اخطاء فعلا سيلي ميستيكس، يعني اخطاء they shouldn't do, they shouldn't make، ما ينفعش يعملوها. المهم تاسك 1 عباره عن ايه؟ تاسك 1 عباره عن ا دايجرام، ممكن يكون بار تشارت
اعمل ده، ممكن يكون لاين جراف بياني، رسم بياني، ممكن يكون ماب خريطة، ممكن يكون تيبل، ممكن يكون جدول، ممكن يكون تشارت، ممكن يكون رود ان سيتي، ممكن يكون رسم توضيحي، ايا كان رسم توضيحي، فلو تشارت، بار تشارت، باي تشارت اللي هي بنسميها زي الدايره، اللي هي زي الرسومات الدائريه. المطلوب من الطالب انه يحاول يحول الشكل اللي هو شايفه ده لشكل مكتوب. في طلبه عشان مستواهم كويس جدا فاكرين انه لازم يتكلم عن every single detail، لازم يتكلم عن كل التفاصيل، وده طبعا غلط. انت مش مطلوب منك تتكلم عن كل التفاصيل، المطلوب منك فقط لا غير انت تقول لي تلخص الافكار الرئيسيه الموجوده في القطعه دي او الموجوده في الرسمه دي. يعني مطلوب منك summarization يعني اختصار، select and summarize، اختار الافكار الرئيسيه ونتكلم عليها بالتفصيل، او مش بالتفصيل، باختصار. باختصار يعني قد ايه؟ يعني about 15 lines، على الاقل 15 سطر. 15 سطر يعني هما في خلال 150 كلمة، في حدود 150 كلمة. عدد الكلمات طبعا مهم جدا، مش علشان هو طبعا مش حاطط ليميت لعدد الكلمات، يقول لك at least على الاقل 150 كلمة. مش الطالب بقى يكتب 150 كلمة، الطالب يكتب 300 كلمة و400 كلمة في التاسك ده، طبعا هينزل درجات كتير حتى لو ما كانش عامل اخطاء، لان الموضوع نفسه السكوب بتاعه ما يزيدش عن 150 200 كلمة بكتير. نصيحة ليك في الموضوع ده، ما تكتبش اكتر من 8 جمل. هنقول بالتفصيل هما الثمان جمل دول اكتبهم ازاي. هما ثمان جمل وفقط لا غير، وشكرا. ليه؟ لسببين. اول حاجه التاسك ده كل اللي عليه 3 درجات، 3 من 9. طبعا نسيت اقول ده في الاول، الليسننج عليه 9، ريدنج 9، يعني كله 9، ريدنج 9، رايتنج 9، ليسننج 9، سبيكينج 9، كله 9. في الاخر بيعدوا عدد ال 9، يعني مثلا سي انت جبت في الليسننج 6.5، 6.5 في ريدنج، 5 في الرايتنج، 5.5 في السبيكينج، 6.5. بياخدوا كل البانز بتاعتك بيجمعوها ويقسموها على 4، تمام. الرقم اللي بيطلع لك هنا، يعني مثلا لو انا عايز طالب عاوز يجيب 6، يبقى المفروض يجيب 6 في الليسننج مثلا، 5.5 في ريدنج، 6 في الرايتنج، 6 في السبيكينج، هيجيب 6. يعني حتى لو في نص درجه راح منه مش مشكله، هيجيب 6. طالب مثلا عايز تجيب 7، يبقى يجيب مثلا في كله 7، او في كله 7 1 6.5، او يجيب 1 مثلا 8 1 5.5 كده. في الاخر لازم يجمع عدد الدرجات اللي بتتحسب على 4. يعني مثلا قلت 32، البند بتاع 32 يبقى 32 على 4 فيها 8. لو جاب مثلا سي ان سون يبقى هو هيجيب كده. لو 24 يبقى 24 على 4 فيها 6 and so on. يعني انت في الاخر بتجمع عدد الدرجات بتاعتك في كل واحد. المهم في الرايتنج بقى، التاسك الاول كله يعني الفول مارك بتاعته 3. يعني انت لو انت قعدت الساعه، في طلبه بيقعدوا ياخدوا تاسك 1 وينسوا نفسهم في تاسك 1 اللي هو اساسا عليه 3 درجات. يعني لو انت حتى عملت بيرفكتلي، لو انت عملته اد اكزامينرز وانس، لو انت عملته بالظبط زي ما الاكزامينر عايزه، انه الاكزامينر ما يقدرش يديك اكتر من 3 درجات، تمام. المهم فلو الطالب نفسه بطيء في الرايتنج يستحسن يبدا بتاسك 2، لان تاسك 2 عليه 6 بوينتس اوت اوف 9، عليه 6 من 9. فلو انت حتى بدات بسكشن 2 او تاسك 2 حليته وخلصته والوقت جرى عليك، لو كتبت حتى جمله في سكشن 1 يعني في تاسك 1 هتجمع درجات. لكن لو الطالب ضيع تاسك 2 كله اللي هو 6 درجات، يبقى كده كده هو مش هيجيب درجه كويسه في الرايتنج. رايتنج مستحيل مستحيل عن تجارب شخصيه، مستحيل حد ياخد رايتنج صفر. حتى لو الطالب ده مستواه ضعيف جدا مستحيل ياخد منه صفر. بياخد صفر بدرجتين في حالتين: اذا ما كتبش حاجه خالص، يعني زيرو، يعني ما كتبش ولا كلمه، او انه كان حافظ اللي بنسميها اوت اوف توبيك، او انه حافظ ا هول ميمورايزد توبيك، يعني حافظ موضوع كامل ونزله في الامتحان. والامتحان ده بيكون او الموضوع ده اوف توبيك، يعني اوف توبيك يعني خارج نطاق الموضوع. اما في طلبه فاكرين ان الموضوع سهل جدا، لما يخشوا على النت يجيبوا موضوع الواد اساي ذات جوز افري اساي، المقال اللي بيمشي على اي مقال، ومجان حافظينه صم وكاتبينه في الامتحان. يكون مثلا الامتحان بيتكلم عن انقراض الحيوانات ويكتب لي عن مثلا المدربين الرياضيين، طبعا ده مش علاقه بالموضوع. ففي الحاله ديت الاكزامينرز بيكتب لك ان هو ميمورايزد، والطالب من حقه مش من حقه يتكلم لما ياخد فيه صفر. غير كده اي حاله تانية الطالب لازم ياخد درجات، حتى لو كتب اي كلام بياخد درجات. يعني معنا طلب قالوا ان هم ملحقوش يكتبوا، كتبوا 3 4 جمل خدوا درجات، تمام. ونقطه تانية كمان عندنا في الرايتنج، ان في طلبه فاكرين انه the more you write the more you are going to explain، like just you know like the more you write you are going to examine، او بنسميها ان انت بتجبر، او ان انت يعني inspire your examiner. يعني كل ما تكتب كتير كل ما الاكزامينر بتاعك هيكون متأثر بالكتابة بتاعتك ويكون مبسوط انت كتبت كتير، وده غلط تماما. the more you write the more you make mistakes، كل ما تكتب اكتر
كل ما تغلط اكتر. وطبعا لازم ناخد بالنا من حاجه، اما اقول كل ما تكتب اكتر كل ما تغلط اكتر، انا ما اقصدش انت يبقى اندر لينث، ما اقدرش انت تكتب لي موضوع مثلا 150 كلمه اكتب انا 100 كلمه اقول اصلا مش عايز اغلط كتير، لا طبعا، على كل 30 كلمه بينزلوا بتنزل درجه كامله. يعني مثلا هو طبعا بيحاسبك عليه من 3 لكن هو بيصححه من 9 الاثنين، يعني تاسك 1 عليه 3 درجات بس هو بيتصحح اوت اوف 9، بيتصحح من 9. على كل 30 كلمه بينزلوا في تاسك 1 او تاسك 2 بتنزل درجه كامله، يعني تاسك 1 150 مطلوب منك 150 كلمه، الطالب اللي يكتب 120 ينزل درجه، اللي يكتب اقل من 100 ينزل درجتين and so on. فلما اقول the more you write the more you make mistakes، انا اقصد اللي هو not necessarily number of words، انا بتكلم عن عدد الكلمات الزايد. ولما تقعد تكتب كتير مطلوب منك في task 1 150 كلمه يعني 15 سطر، وطبعا ما تعدش الكلمات، ما حدش يقعد يعد الكلمات في الريدنج في الرايتنج، مفيش وقت. عد السطور، عد السطور، لو انت خطك كبير، لو خط كبير يعني مثلا بتكتب مثلا 7 او 8 جمل في 8 كلمات في السطر، يبقى في المفروض تكتبي في حدود 20 سطر. لو خطك صغير يعني بتكتبي مثلا في الكلمه في السطر من 10 ل 13 كلمه، انت مطلوبه تكتبي مثلا من 13 ل 15 سطر. فعدي عدد السطور لان مفيش وقت تعدي عدد الكلمات. طبعا اتفقنا انه في الرايتنج كمان التاسك الثاني عباره عن 250 words، مطلوب منك تكتب 250 كلمه على الاقل، وبيكون فيهم المفروض يكون تاخديه في 40 دقيقه يعني 40 minutes، يبقى هو عليه دبل ذا تايم دبل ذا مارك، عليه ضعف الوقت وضعف الدرجه. فالطالب يستحسن يبدا بيه. الموضوع طبعا هو الاولاني بيكون موضوع اكاديميك، الموضوع الثاني بيكون موضوع عام، يعني ايه عام؟ بيكون argumentative، موضوع جدلي، do you agree or disagree and why، انت موافق ولا مش موافق وليه. يكون موضوع اكسبوزيتي تحليلي، يعني يقول لك causes and effects، اثار ونتائج. يكون موضوع تحليل اكسبوزيتي يقول لك advantages and disadvantages. بس بنسبه 80% بيكون موضوع جدلي. طبعا الجدل بيكون انواع، ممكن يكون one sided يعني احادي جانب، او يكون balanced متوازن. ده ان شاء الله ناخده بالتفصيل لما نتكلم عن الرايتنج. نقطه كمان في الرايتنج، اما بيكون جايب لك ارقام، يعني كاتب لك ارقام او percentages او نسب، خصوصا في بارت الاولاني. هو اصلا طبعا في بارت الاولاني اللي بيكون في ارقام، في طلبه ما بيبصوش خالص على الارقام، ما بيبصوش خالص على السنين، ما بيبصوش خالص على اي حاجه، هم مجرد بس اللي هم بيشوفوا الموضوع بيتكلم عن ايه، جايين كاتبين مش حاطين اي ادله على الكلام اللي بيقولوه. يعني مثلا المفروض يقول مثلا استهلاك الدجاج، او استهلاك الدجاج ارتفع بنسبه كبيره، وخلاص لك استهلاك الدجاج ارتفع. لا، ما المفروض الصح تقول مثلا استهلاك الدجاج ارتفع من مثلا كام من كذا الى كذا في سنه كذا، او مثلا من كذا في سنه كذا الى كذا في سنه كذا، او ارتفع من كذا الى كذا، او ارتفع بنسبه النص، او ارتفع بنسبه الربع. يعني لازم تحط نسب، لازم تحط ارقام. الطالب اللي ما بيكتبش حتى لو كاتب صح ما حطش ارقام وما حطش نسب خالص، ما بياخدش اكتر من 5 بكتير جدا، 5.5، اكتر من 5.5 مستحيل. فلازم تستخدم ادله، تستخدم ارقام في تاسك 1 زي هو هتطلق اوريدي. وزي ما اتفقنا بالنسبه لتاسك 2 بيكون لا، لازم تكتب 4 paragraphs، لازم على المفروض تكتب 4 فقرات. الفقره بتكون لكل فقره فيها فكره رئيسيه واحده، تكون فاهم الموضوع كويس جدا. ما ينفعش تكتب الموضوع، يعني ما ينفعش تقرا الموضوع مره وتبدا تحل كده، غلط. يعني مثلا لو تكلمني عن عمل الام، working mothers، ايه رايك في الامهات العاملات؟ في طلبه فاكرين اول ما يقروا على طول افتكروا بنتكلم عن عمل المراه. انا ما بتكلمش عن عمل المراه، انا بتكلم عن عمل الام، الworking mothers. يعني ما تكلمنيش عن عمل المراه، احنا ما بنتكلمش دلوقتي عن عمل المراه، بنتكلم عن عمل الام. يعني لازم تكلمني عن الاطفال، لازم تكلم عن children او the right for children، like if their mothers mothers are at work، يعني حق الامهات، حق الاطفال اذا كانوا امهات في العمل، او تاثير العمل على الاطفال. ده نقطه اساسيه جدا في الموضوع. فاذا الطالب كتب لي عمل الام او عمل المراه وقعد يتكلم ان من حقها تشتغل وانها زي الرجل وده مساواه والكلام ده، ما بيكونش كده غطى الموضوع بشكل فولي. مثلا مثال، اديك مثال تاني، اقول لك اي كاتب زي نجيب محفوظ مثلا، قلت لك نجيب محفوظ was the most important author you know in the world. لو قلت لك مثلا هو نجيب محفوظ او شكسبير او whatever، تاك ده كان اهم كاتب في التاريخ. تمام. في ناس كلمة هو طبعا كاتب مهم ومش، انا بكلمش عن كده، انا بكلم انت لازم تجاوب تقول هو كان الاهم، يعني ما فيش حد اهم منه ولا لا. فزيك طبعا كتاباته كانت كويسة ومش عارف ايه، هو طبعا برضو مهم. انا ما قلتش هو مهم ولا مش مهم، انا بقول هو اهم شخص ولا مش اهم شخص. فطبعا في بعض الطلبة بيتجاهلوا وجود بعض كلمات في السياق، الكلمات ديت بتأثر جدا على الاجابة العامة.
طبعا انت هتكتب في الرايتنج لازم يكون عندك انترودكشن كونكلوجن سوري انترودكشن الاول، وبعد كده ديفلوبمنتال بوديز او ديفلوبمنتال باراجرافز، وبعد كده كونكلوجن. الانترودكشن بتكون طبعا مهمه جدا، لازم يكون فيها الثيسيس ستيتمنت الجمله الرئيسيه بتاعتك اللي فيها خلاصه الموضوع، وتيجي بعد كده تجيب ديفلوبمنتال او الفقرات التدعيميه، ممكن تكون على حسب الموضوع، سواء موضوع جدلي يبقى اتكلم عن وجهات النظر، موضوع اكسبوزيتيف يبقى اتكلم عن ريزونز والافكتس. عدد الباراجرافز يستحسن يكون 4 باراجرافز او 5 باراجرافز، اكتر من كده هيكون كتير جدا وطويل جدا بالنسبه لك، مش هتلحق تعمل ايديتنج، مش هتلحق تعمل ايديتنج، مش هتلحق تراجعي في الرايتنج. لازم تراجعي مهما كنت كويسه جدا في الرايتنج، لما رجعتيش هتكتشفي فيه اخطاء في السبيرنج، هتكتشفي فيه اخطاء نسيت تحط في الستوب، هتكتشفي فيه جمل ما فيهاش فاعل، هتكتشفي فيه جمل ما فيهاش فاعل. لازم اخر 5 دقايق في الرايتنج، اول 5 دقايق واخر 5 دقايق ما تكتبيش حاجه في تاسك 2. يعني اول 5 دقايق تفهمي الموضوع جدا جدا، وتحاولي تنظمي افكارك، تشوفي وجهه النظر اللي عجباكي هتدعميها ازاي، ايه الكلام اللي هتقوليه قبل ما تكتبي، يعني تاخدي حاجه اسمها اوتلاين او بلان، يو هاف تو هاف ا بلان بيفور رايتنج، لازم يكون عندك خطه قبل ما تبداي تكتبي. الطالب اللي ما بيكونش عنده خطه وهو بيكتب بيبدا يكتب بيحس بقى ان هو لوست، يحس بقى ان هو تاه في نص الطريق، مش عارف يكمل يقول ايه، مش عارف هو، طب هو كده عاوز يغير رايه من اول وجديد، فيرجع تاني يبقى بيفكر انه يغير رايه، وطبعا ده يبقى يعني بتبقى كاسه شويه في الامتحان الرايتنج لان مفيش وقت. فالمفروض اول 5 دقايق الطالب يفهم الموضوع كويس جدا، ويبدا يعمل حاجه اسمها اوتلاين. اوتلاين يعني ايه؟ الافكار الرئيسيه اللي هكتب عنها. لو انا هكتب 4 essays او 4 paragraphs، هكتب 4 فقرات، يبقى انا عندي الانترودكشن خلاص انا عارف هكتبها ازاي، الكونكلوجن هتبقى خلصت الموضوع، طب انا عندي فكرتين رئيسيتين، ايه الفكره الرئيسيه الاولى وايه الفكره الرئيسيه الثانيه وهدعمهم ازاي. طبعا الافكار الرئيسيه ممكن تكون reasons، ممكن تكون steps، ممكن تكون examples، ممكن تكون statistics، يعني ممكن تكون احصائيات او امثله او اسباب او دراسات او whatever، او خطوات في تجربه انسان او تجربه شخصيه، يعني ممكن الجمل التدعيميه تكون اي حاجه من هنا، وان شاء الله برضه هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. تمام. نقطه كمان ناس كتير جدا جدا فاهمين غلط في الرايتنج، غير نقطه ان هو لازم يكتبوا كتير، نقطه ان هم فاكرين ان الرايتنج بيتحاسب فقط على الستراكشر، الستراكشر اللي هو الجرامر، وده طبعا غلط. يعني في طلبه فاكرين مثلا معايا مره طلبه فاكرين انه يعني فيهم ناس شاطرين، يعني عند والدتهم او والدهم او اخواتهم لهم انتوا هتاخدوا زيرو في الرايتنج لان مفيش ولا كلمه كتبت الاستراكشر بتاعها صح. ده غلط. انت في المفروض في الرايتنج بتتحاسب انت واخد 9 اوت اوف 9، بيحاسبك انت واخد 9 من 9. امال الناس بتنزل ليه؟ بيشوف بقى، بتتحاسب على الكونتنت، المحتوى، هل المحتوى فعلا ده المطلوب ولا انت بتتكلم عن محتوى مختلف، بتتحاسب على الفوكابولري، بتتحاسب على اختيار الكلمات والرينج اوف فوكابولري. يعني ما ينفعش مثلا طالب عاوز ياخد 7 ويكتب لي الكلمات بتاعته كلها ما فيهاش ولا كلمه سوفيستيكيتد، ما فيهاش ولا كلمه اكاديميك، الكلام كله عام. يعني لو جبت طالب ليفل 2 هيفهم كل كلمه كتبها، ده مستحيل ياخد 7، مستحيل. اوكي. الستراكتشرد الجرامر، بتحاسب على الجرامر، وما بنتكلم عن الجرامر ما بنتكلمش على اخطاء الجرامر بس، بتكلم على تركيب الجمله كمان، بمعنى ان مش معنى الطالب يكتب لي كل الجمل بسيطه، يعني يكتب لي فاعل فعل مفعول فول ستوب، فاعل فعل مفعول فول ستوب، فعل فعل مفعول فول ستوب، ده الستراكشر بتاعه بيكون فعلا مره سيمبل، لما بياخدش درجات كبيره. الطالب المفروض يكتب جمل معقده، جمل مركبه، جمل بسيطه، يبقى موضوع. وبرده الطالب اللي هو بيحب يتفاخر جدا، شفت طلبه كده يكتبوا جمله معقده، يعني ممكن الجمله توصل لخمس ست سطور، وفي الاخر لما يخش الامتحان يجيبوا درجه سيئه لك انا مش عارف ان جبت درجه سيئه ليه، لانه جاب درجه سيئه لانه مش مقتنع انه لازم الموضوع بتاعه يكون معقد تماما. غلط. الاورجانيزيشن، ترتيب الافكار، بتتحاسب كمان على ترتيب الافكار. يعني لو انت افكارك مرتبه وعدد الكلمات مظبوط، وكتبت اخطاء، عملت اخطاء في الاستراكشر، عملت اخطاء في السبيلنج، عملت اخطاء في الفوكابولري، لازم هتاخد درجات. انت لو خدت درجات هتتحاسب على الحاجات دي، هيحاسب، تقدر تعمل لهم حاجه، تطلب حاجه اسمها ريماركينج، اعاده تصحيح. لو انت عملت الاورجانيزيشن صح، افكارك منظمه والكونتنت صح، هتلازم تجمع درجات. طبعا البانكشويشن، المقصود بالبانكشويشن الفول ستوب، الكابيتال ليترز، ذا يوز اوف كوماس، اللي هي يوزنج اوف كوما، استخدامات الكوما، استخدام الفول ستوب، استخدام الكابيتال ليترز، الحاجات دي كلها بتاخدها بالترتيب بالتدريب. الفورمات، انت كاتب فقرات ولا لا؟ في ناس على فكره مهما كانوا شاطرين في الامتحان عشان الضغط اللي بيكون تحتيه بينسوا خالص الفقرات، يبدأ يكتبوا كل الموضوع فقرة واحدة، اللي يجي على دماغهم على طول يكتبوا، طبعا ده غلط، بتنزل درجات حتى لو كان موضوعك رائع. طبعا السبيلنج، لو انت في كلمة مش حافظ السبيلنج بتاعها
النصيحة ما تكتبهاش، خصوصا اذا كانت الكلمة دي في الانترودكشن او في الكونكلوجن. تمام، لازم قبل ما تتفقنا بعد ما خلصت الكتابة خلاص، المفروض قبل ما تسلم ورق تبدأ تقرا الموضوع بتاعك. لو انت فاضل لك 3 دقايق وقف الكتابة خلاص، طالما انت خلصت كل اللي انت عايز تقوله وقف الكتابة، ما تزودش عشان انت عايز تزود عشان عدد الكلمات يزيد. لا غلط، خلاص لما عدد الكلمات مطلوب اللي كتبته وخلاص انت مش عايز تزود حاجة وخلاص، ابدأ بقى راجع. يعني ايه راجع؟ اقرا الموضوع من اول وجديد، شوف انت عدت الكلمات ولا لا. يعني مثلا حتى في الفوكابلوري ما ينفعش تكتب thing thing I think I think I think they think، او اقعد اكتب important it's important it's important، او اكتب people people people. يعني تلاقي ناس كده كلمات معينة I want I want they want، تلاقي كلمات معينة تتعاد مرة واثنين وثلاثة أربعة. طبعا ده بيقللك عدد الفوكابلوري، اللي معناها ان انت ما عندكش او ما عندكيش a wide range of vocabulary، ما عندكيش vocabulary كتير تساعدك to express yourself perfectly، تعبر عن نفسك بشكل كامل. تمام، بالنسبه طبعا في كلام انا هقول بالظبط بعد كده ان شاء الله، ازاي اكتب انترودكشن، ازاي اكتب كونكلوجن، ازاي اكتب ديفلوبمنتال باديز. في حاجات انا نماذج انا عاملاها تنفع على اي موضوع، بس زي ما اتفقنا مش جايبها من على النت. انا كاتباها في حاجات على النت، في طلبه فعلا جابوا لي حاجات من على النت وقالوا لي احنا ممكن نحفظها ونكتبها، فاطرح قلت لهم لا، لان معنى ان هي موجوده على النت معناه ان الاكزامينر نفسه عارف ان دي موجوده على النت واكيد شافها يعني. بس انا في اكزامبلز انا اللي كاتباها مش من على النت. مش طبعا ما ينفعش، انا ما بقول اكزامبلز انا اقصد جمل معينه مش موضوع كامل. الموضوع كامل ده غلط ان انت تحفظه، انا ما اعرفش اجي لك موضوع عن ايه، بس في جمل ينفع تمشي على اي موضوع. يعني جمل في الانترودكشن، جمل في الكونكلوجن، لو انا طالب مثلا بيقدرش يكتب اكتر 150 كلمه، هو بالكتير يكتب 10 سطور، فممكن الموضوع ده كده ممكن يخلي اكتب 250 كلمه، بس بشرط لازم اكمل من عنده. طب لو انا الجمله اللي كتبتها انت كتبتها دي حفظتها صمت كتبتها في الامتحان، تاخد كام؟ تاخد زيرو، تاخد زيرو، لان هو مش طبيعي. احنا اتفقنا انه انت لازم تكتب موضوع المفروض يكون عندك ذكاء، تستخدم الجزء اللي انت حافظه مع الجزء اللي انت تكمله. تمام، اوكي نكمل. نيجي بعد كده طبعا سبيكينج. سبيكينج ده اسهل حاجه في الاختبار، يعني بالنسبه المفروض ما اسهل حاجه في الاختبار وممكن يكون اصعب حاجه في الاختبار.